من المنوفية للشرقية، وبالتأكيد الصورة فيها الكثير من المفردات. مشاهدينا مع رامي محمد مراسل التلفزيون المصرية من الشرقية. رامي أهلا بك، وأيضا الصورة خلفك يعني خير دليل على المشاركة وعلى الإقبال على الانتخابات. التفاصيل معك، تفضل. تحياتي لك ولكل متابعينا في كل مكان. بالفعل كما تتحدثين، الصورة خير شاهد على التفاعل في المشاركة الانتخابية بمحافظة الشرقية، ويمكن كما تحدثت مع زميلي منذ قليل حول المرأة المصرية والدور الكبير في هذه المشاركة، بالفعل المرأة الشرقوية هنا لها دور كبير وفي مقدمة الحضور فيما يخص الأسرة الشرقوية بأكملها بجميع الفئات وعلى مستويات المختلفة والأعمار المتعددة أيضا. وتحديدا مفتاح السر في هذا الحضور هي ساعات الصباح الأولى للمواطن الشرقاوي هنا يأتي وبأعداد متفاوتة للإدلاء بأصواتهم في اليوم الختامي والثالث لماراثون الانتخابات الرئاسية. نحن الآن داخل إحدى اللجان الفرعية وهي رقم 23. هذه اللجنة للمغتربين والوافدين بهذه المحافظة، ويمكن من 10 لجان على مستوى جميع الأقسام والمديريات الخاصة بمحافظة الشرقية، ويقدر الكتلة الانتخابية بها بأكثر من 20,000 ناخب وناخبة من الوافدين إلى هذه المحافظة وموزعين على 10 لجان كما ذكرت في عدد مختلف من المراكز والقرى، تحديدا القرى والمراكز الصناعية والتي بها عمالة خارجية. نتحدث عن العاشر من رمضان وبلبيس وغيرها من المدن وأيضا المناطق والمراكز التي يوجد بها عمالة وافدة إلى هذه المحافظة. أما اللجنة الأخرى وهي 22، هذه اللجنة أيضا الكتلة الانتخابية بها تقدر بأكثر من 9,000 ناخب وناخبة من هم مواطني هذه المحافظة، والكتلة الانتخابية الكبيرة والتي تشكل شكل كبير ورقم لا يستهان به في الكتلة التصوتية لمصر. منها الكتلة التصوتية هنا في محافظة الشرقية نتحدث عن أكثر من 4,700,000 ناخب وناخبة من مواطني هذه المحافظة لهم حق الإدلاء بأصواتهم في هذه العملية الانتخابية. لغة الأرقام هذه تتحدث بشكل كبير خلال 3 أيام أو خلال 3 أيام. هذه اللغة احتاجت إلى الكثير من الاستعدادات والمستمرة حتى اليوم لتسهيل عملية الإدلاء بأصواتهم ومنع التكدس أو الفوضى أو وجود ازدحام يعيق الناخبين عن الإدلاء بأصواتهم. هناك عدد من الارتكازات الأمنية والحالة التأمينية سواء في الخارج والداخل اللجان بشكل كبير جدا، أماكن لاصطفاف المواطنين. وبالحديث عن الاصطفاف، المواطن الشرقاوي هنا بطبيعة حاله بطبيعته يميل كثيرا للاصطفاف الوطني، ويدرك أن هذه الفعاليات وهذه الاستحقاقات الانتخابية تشكل له حضور كبير، فهو يصطف في خندق واحد مع وطنه في المشاركة الفعالة. هذا عن الاصطفاف، وأيضا سواء الاصطفاف التأميني أو أيضا الاصطفاف القومي والوطني من قبل المواطن الشرقاوي. أما إذا تحدثنا عن كبار السن، أصحاب الأمراض، ذوي الهمم، هناك تيسيرات كثيرة لهم، اللوحات واللافتات الإرشادية للسم والبقم وغيرهم للتيسير عليهم عملية الإدلاء بأصواتهم في هذه العملية الانتخابية. أيضا هناك عدد من الكراسي المتحركة للتيسير على كبار السن أيضا عملية الإدلاء بأصواتهم، وهناك عدد من المظلات التي توجد الآن بالفناء الخاص بهذه المدرسة وهذا المركز الانتخابي التابع لمدرسة الشهيد أحمد وحيد الرسمية للغات. هذا المركز هناك عدد من المظلات بالداخل لأيضا جلوس وللاستراحة لكبار السن وأصحاب الأمراض حتى يتيسر لهم عملية الإدلاء بأصواتهم. هذا هو المشهد برمته وبأكمله. نتحدث عن استمرار توافد المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى للإدلاء بأصواتهم، تحديدا المواطن الشرقاوي الذي يصطف في خندق واحد مع استحقاقه الوطني والقومي. أيضا إذا تحدثنا عن المرأة الشرقاوية التي في صدارة مشهد الحضور منذ الأمس وحتى اليوم، وتحديدا مفتاح السر ساعات الصباح الأولى، هذا هو المشهد الانتخابي بمحافظة الشرقية. وعودة إليك. نعم، شكرا جزيلا لك رامي محمد من الشرقية على كل هذه التفاصيل.